الرياضات المائية هي من أهم الرياضات التي تساعد على حل المشاكل البدنية والنفسية منها البدنية مثل آلام العمود الفقري آلام أسفل الظهر للمرضى القلب ومرضى السكر والنفسية منها وهي الاكتئاب والتوتر طبعا السباحه هي مهمه جدا للمصابين بالسمنه لانها تساعد على حرق الدهون بشكل اساسي وهي تساعد على خفه الحركه داخل الماء تكون اكبر من خارجها طبعا في اليوم الواحد ممكن الواحد يعمل سباحه ساعه كامله حيث ان بالساعه هذه تستطيع حرق من 250 الى 500 سعره حراريه